يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا مريض وجاء شخص ليقرأ عليه القرآن، ثم جاء بلوح قد كتب فيه 3 آيات من القرآن مكتوبة بالزعفران، كل آية قد كررت 22 مرة، وقال: صبوا عليه ماء ثم ليشرب من هذا الماء وليغتسل، فهل هذا عمل مشروع؟ نعم، يجوز كتابة القرآن في صحن أو في لوح أو في شيء يغسل، أو في ورقة يغسل ويشرب الغسيل، هذا جائز لا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة، لكن بشرط أن لا يكون هناك شيء مخفى في الكتابة، لا يقرأ، يكون واضح. نعم.